بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ينبهنا الله تبارك وتعالى للبر، ما هو حقيقة الخير، لأن الناس أحيانا تفهم الأمور بشكل غير صحيح، فيظن نفسه أنه إذا صلى وصلى نوافل مع الفرض انتهى، بعد ذلك يسرق، يؤذي الناس، يتسلط عليهم، يخرج عن جوانب الحق التي رسمها الله سبحانه وتعالى، فلا يبالي أنه يصلي، فيظنون أن الصلاة هي صحيح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام، ولكن الصلاة الحقيقية التي تصل قلب العبد بربه. أما أن يصلي كما يقول العامة، عينيه في الصحن في الطبق وأذنيه لمن زعق، يعني يدخل في الصلاة يقول الله أكبر وفي قلبه متوجها إلى الدنيا، إلى المال، كيف يقتنصه، كيف يسرق من فلان، كيف يفعل المحرمات، هذا ما صلى. ولذلك قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة يجعل المؤمن ينتهي عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك المؤمن ينبغي أن يفهم كما يبين لنا الله سبحانه وتعالى حقيقة الدين، حقيقة الخير، بأمور معينة ينبغي أن تتحقق من قبل المؤمن في المجتمع. إذا لم تتحقق فهو يسيره الشيطان من في بعض الجوانب دون أن يدري، فلينتبه لنفسه. فيقول سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر توليتكم، المصدر المؤول هذا الاسم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والصابرين. هنا بالنسبة للصبر تغير النهج، صار السياق معناه وأخص الصابرين، لتأكيد على الصبر، لأن الصبر أساس في الدين. والصابرين وفي الرقاب والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يفهم بعض الناس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، سواهم خلاص، هذا الدين. الدين هو ما ينتج عن هذه الأشياء، هذه الأشياء أساس. عندما تريد أن تبني بيتا، إذا صممت الأساس بشكل جيد تماما وردمت عليه التراب، ثم لم تأتي لا بالجدران ولا أين البيت، لو جلست فيه يقول مجنون هذا جالس في العراء. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل الدين الإسلام هو هذه الخمس، قال: بني الإسلام على خمس، ثم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فهذه الأساسات لا بد منها، حتى ما يقول واحد أنه والله الشيف القلب، أنا قلبي طيب ما في حاجة للصلاة، لا، الصلاة أساسية لاتصالك بالله، تقطعك عن الدنيا، تقول الله أكبر، تفهم ما معنى الله أكبر، مو مثل الناس يقولوا الله أكبر ثم يكبرون فلانا ويكبرون فلانا ويكونوا عبيدا للآخرين. فعندما يصل القلب بالله لابد من الصلاة التي تصلك بالله. إذن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذه أول آية نزلت في اليهود والنصارى، ولكن معنى القرآن عام، ليس الاعتبار بسبب النزول، إنما المعنى على عمومه. اليهود كانوا يتوجهون إلى شرق بيت المقدس، النصارى إلى الغرب أو العكس، فربنا صار يعيب عن المسلمين: ليش توجهتوا للمسجد الحرام، كنتوا توجهوا للمسجد الأقصى. فأنزل الله قوله تعالى: ليس البر، أي ليس الخير أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية. إذن الخطاب للمؤمنين أيضا: ليس البر أن تولي وجهك عندما تكون في غرب الكعبة تتوجه إلى الشرق أو العكس، ليس هذا الخير أن تصلي فقط،
إنما الخير أن ينتج من صلاتك الإيمان الصحيح. ما هو الإيمان الصحيح؟ من آمن بالله إيمانا حقيقيا أنه هو الخالق، هو البارك، هو الذي يعلم كل شيء، هو الذي يطاع لأن أمره كله حكيم، بينما المخلوق عندما نطيعه يتسلط علينا ويؤذينا، ربما يأمرنا بمنافع نفسه لا بمصالحنا، وإن ادعى أنه يفعل لمصلحتنا ومن أجل الأمة ومن أجل الشعب. الذي يفعل ويأمر من أجل الناس هو الله خالق الناس وليس البشر المتسلط على الناس. الإيمان الصحيح بالله واليوم الآخر، أي هناك حساب ومسؤولية، هل أنت نفذت أوامر الله أو لا، هل أذيت الناس أو استقمت على أمر الله تبارك وتعالى، والملائكة التي أخبر بها الله سبحانه وتعالى في كتابه، والكتاب، الكتاب هنا جاء بالمفرد والمراد به اسم جنس، يعني آمن بالكتب السماوية كلها، نحن نؤمن بكل الكتب السماوية التي أنزلت على الرسل، ولكن لا نؤمن بها تفصيلا، نؤمن بها جملة أنها من عند الله. ما معنى هذا الكلام؟ نؤمن بها جملة أنها من عند الله، أما تفصيل الكتب السابقة حرفت وبدلت، فمنها الصحيح ومنها غير الصحيح. والملائكة والكتاب والنبيين، ونؤمن بالأنبياء أيضا جميعا، واليتامى، وآتى المال على حبه، كل واحد منا يحب المال، فالمال محبوب لا يريد أن يصدق به. بعض الناس حاجة بدي كبها بتصدق فيها معلش، ولكن هذه لا تجوز بالزكاة، زكاة إن شاء الله لا تنفع كثيرا. آتى المال على حبه، لمن؟ ذوي القربى، قرابة أول كل، اليتامى أما فقدوا آباءهم وما أكثرهم اليوم، والمساكين الفقراء والسائلين اللي بطلبوا، وفي الرقاب لعتق الرقاب. الإسلام دين تحرير، والرقاب والعبودية جاءت من القديم من الجاهلية، فجاء الإسلام وأبطلها شيئا فشيئا، وضع لها أحكام لعتق الرقاب، وأقام الصلاة، الصلاة على وجهها الصحيح، والصابرين، أخص الصابرين، الصبر في ماذا؟ في البأساء. البأساء أي شدة الفقر والمصائب والضراء، المرض، وحين البأس يعني حين القتال. الأعداء أيها المؤمن لن يتركوك، المجرمون الكفار لن يتركوك تأخذ حريتك، يريدون أن يتسلطوا عليك، فأنت عندما تقاتل لا تقاتل من أجل الظلم والعدوان عليهم، لا أبدا، إنما من أجل أن تتحرر وتحرر الضعفاء المساكين من تسلط المجرمين. فالمؤمن يفهم هذه الأمور ويصبر، والصابرين في البأساء أي حين الجهاد، جهاد الأعداء المجرمين المتسلطين، و حين البأس يعني حين الحرب، أولئك الذين صدقوا، أي صدقوا في إيمانهم، هذا الإيمان الصحيح ليس الكلام، صدقوا في أعمالهم وفي إيمانهم، وأولئك هم المتقون الذين يتقون عقاب الله تبارك وتعالى في الآخرة، ويعطيهم الله جنات الخلد عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.